حضرتك اخ بدر، اخونا ايمن من نوفيه قال الامان الحيوي، الامان الحيوي في مزرعه مفتوحه. اول حاجه اخ بالنسبه لمزارع الابقار المفتوحه، تعمل ما تدخلش حيوانات جديده خالص عندك الا لما تقعدها في المكان الانتظار بتاعها على الاقل لمده شهر، تكون فحصتها لو انت حلاب فحصتها ضد الامراض المعديه زي بالذات البروسيلا والسل، لازم تخلي بالك منهم. فحصتها النهارده وبعد 21 يوم تاني افحصها واتاكد ان في على الاقل من ثلاث اختبارات سلبيه دخلت عندي كل 21 يوم ابدا ادخلها. البوابه عندك ما دخلش اي حاجه كده، اي عربيه نقل، اي عربيه سلاج، اي عربيه برسيم داخله عندك كده جايبه الامراض وجايبه المشاكل على العجل بتاعها، ادخلها عندك. لازم تعمل مغطس في مطهر، في فورمالين، في انتي سيبتيك كلام مطهر قوي جدا يطهر العجلات اللي داخله عندك لو انت مضطر لها. او الاشخاص يكون لهم مكان خاص بيهم في فتره، ما تدخلش اي واحد يكون جاي من مزرعه جايب امراض من مكان مختلف وداخل لك بيه، وبالذات الحمى الكلعيه ممكن ينتشر لك عن طريق الملابس بتاعته، عن طريق الايديه، عن طريق اي حاجه. لازم يبقى في تطهير ومكان نستخدم فيه نستقبل فيه الزوار بتاعنا. ناخد رضا من الاليويه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا اخ رضا. والله يا ريت يا دكتور، الدكتور الجماعه يدينا بس رقم حضرتك الخاص. طيب والنبي يا استاذ انصاري هيقفل هو معايا وادي له الرقم الخاص بتاعي. شكرا. اخونا ايمن لسه بنأجر عليه، بقى نقفل المزرعه المفتوحه عندنا ده، ما ندخلش اي حد عندنا الا في مكان انتظار خاص بيه يقعد يستقبل. لو انا هدخله المزرعه يلبس بوت من عندي، يلبس افرول من عندي، يلف في المزرعه بتاعتي، يكون البوت عندي مطهر، الافرول عندي مطهر، يبدا لو هو انا محتاجه قوي التطهير الخارجي لازم اعمله. اهم حاجه ما اقفل على مزرعتي، ما ادخلش حيوانات جديده بقدر الامكان، اعمل تحصيناتي اول باول، ما اخليش ان انا استنى لما يجي اصابه ابدا احصن. ادي الجرعه الاولى والجرعه المنشطه، مهم جدا ان انا اخلي بالي.